I'm your commentator, John Champion, and summarising today is Jim Begley. Hi, John. I can tell you, I'm absolutely delighted to be here. إذن هذه بعض اللقطات من اللعبة، رغم أن اللعبة يعني شغالة 100%، طريقة تحميلها ستجد الرابط أسفل الفيديو. بعد تحميلك لحجمها يعني حجم صغير جدا، ومن الميديا فاير يعني بطريقة مباشرة، ستجد أيضا موقع أو رابط تحميل هذا PPSSPP يعني محاكي لتشغيل اللعبة. أيضا ستحتاج إلى برنامج الوينرا، ستذهب إلى جوجل بلاي وستقوم بتحميله. هذا هو الوينرا كما ترى. بعد تحميله ستقوم بفتح اللعبة الداونلود، يعني هذه هي اللعبة. ستقوم بالضغط عليها جيدا، ثم الضغط على اكستراكت إيسي جيد. بعد عمل هذه العملية ستقوم بفتح المحاكي بهذه الطريقة، وستأتي ستترك اللعبة، ستقوم بالضغط عليها وستقوم بلعبها بطريقة سهلة وجيدة. فهذه هي طريقة تحميل البيس 2015 للأجهزة الضعيفة والمتوسطة.